هو ريشتي حالي أو إبر لوغا دقي لغونا بقماضي ماشي أي كو قبانيين أو أي كو ترين أيان وركاغا هيا أيا دي يوهر جوغو يال لغا دلان وركاغا هيا برنامج كيغا إيشيار كري قفك لكمادة دقي سان وركان لغو من السوق قدبين دو قيمة علوس أو دعاي أو أدك أو عيدا مدى قرنك سوماليا ديو ديارة دها إن دولة دها نعاونا يا أيوة دفوليين أيان كو هيا لايك غري شير غري مال والبن غري بيجك يوتيوب كا لبضوا أذان كا لبلاه هذا ما تنتين سود وهذا إن حالي سقدي دحى إن واحد عيد قيمة عرس والله كلا قاضي ده جا نذا أما تولو ينك إن هاست تجا ماشى اللي يرى أن تري يا على هلو وقال عاد إنه هاست تعان شيء على هاي يا ماشى اللي يدارون عهود كذا دقيمة عرس هكذا عي ونمك يا حري قلبتك دار نمعة قلبتك وحن كوضع أنت ري عليه الله عليه الله قلبتك كذا كوضع تقيم عروسها كذا عي حري وحال جد لا لي رهرتشو غيال لكن ما بعوده ما يجلسوا جد بن سراكيشو هرتشو غيال ووين على وعنا لي رماشاس عيدا ما على وعري أدوجو وربح هنا ذا يصير دون كصوب حي رجوا وين ماشي أنا كل انتين أيا صوب حيسة لكن واللي هريا وكاجو هرد عيا حلو جنت ذو وكاجو صهر دعاه وحل هري دونه عبارك بعد وكاغا صور دعا وهبال وبقول كيبا بقول وركان وحان كحكتي قوب شو غيالا كحكتي وحان كحكتي رك ساحي بدايا او ورك او هرية ايسو قد بيا وركان وحان هلي ساكيان هلي شقان كتشري انتاس ميلو البنوا باري عيد سود دي سنة مالا إلا اي حدرتان انا كو عدينا يا وبقول كيبا بقول ان نوكي ايكا قواريشتا هود كي دارنا حالان سو قد بيا اسكو اروسنايين سقط دها حالا انت لو قلت قال قراعة حالا مالي خبر انا ويران عندما الدولة دوي كهر تجني سيرتون كود وحصل دوي كهر خبين برتيا لو كهر تجني ابرا لو قد جد ان تن كلا ماشان ليه انت ري يا علي هلا او قلبات كعلي هلا انا كنت هلا اللي جوير ام لين ايو او ان تولوين كان هوس تجا قال عادي انا يهين عن شعل هاي او نن كاسي قال جدودي وحيين ما كان اد مهبو ايضا حاله هرتشو قيال عندما مليشيا دو قواريش wararka kasoo kordha oo cusub oo meeshaas ragii waa weera haday ku dhintoona qawaarishtaha oo shaydaamada ahaa iyo qawaarishta hadba meel u jahaynay oo dadka islaamka beenta ka sheegay dhahay waa gaalo ee gaalada aan ku soo jinnay tagna wiilasha Soomaaliyeed ragii ku dhahay haday ku dhintaan meeshaas aniga xil guntada adiga taqaana ku soo gudbinaya Ilaahay idinkiis adigu waxaad ka adag tahay like-ta iyo share-ta garabkayga soo istaag xil guntada familyar noqo YouTube kayga subscribe saaro Facebook kayga follow dhaho meel walba ila faaf barnaamijyadan qawaarish dagaalkeedan u jeeda anigu una soo jeestay marabo inaan meel kale ku mashquulo marabo inaa gees kale ila aado marabo mar doonayo inaan maarqto ku milmo dawladda iyo howlaheeda hoose waxaan doonayaa nimankaas wadanka inaan ka sufeyno kala dhameyno ku soo gudbin maayo in wasiir Hebra loo dhacay iyo musuqiisi ku soo gudbin maayo nin hebel ah musuq lagu soo qabtay ku soo gudbinay maxkamadda iyo maanta waxa la saaray intaas oo qof oo lagu cadeeyay waxaas in wadanka Soomaaliya cadaaladu wada baahan yahay kulligis hadii cadaalad loo falaayna dhamaan qof walba wuxuu gacanta ku hayay iyo wuxuu hore u gacanta ugu hayay hadii la ogol yahay garsoorka hay'adaha garsoorka hadii la ogol yahay cadaaladda hadii la ogol yahay nool baba ayadoo maxkamad la saarin ilaahay intuu ka cabsaday iska soo celiyo wuxuu gacanta ku hayay sharafkiisa iyo wanaagiisa iyo cisiga وأسوق بشدة كل حلية سوق إلى الصناعي هالشكل سوقي أنا وتاسع قبى ما قب قف بلا آذن أنت فجارة لك يا رجل عبية يدو ضتك لما ودي عبي سين وضع نقارنه وإنها عن قوة أركينه لقاها عن قوة ما قلني مرقاتي أو هاي سنه أنكم مرقاتي القاركود عن هاي إن قوارشتي ويباب إن وأنا لكم هذا وأنا لك سارة يا ماشي حبقا كودة يباهيد ودة يكل عرر كودة يعني إيش السودي بان انتا سو غوري كشريان تبرنا مهيان انتا لا تشكيلنا يو او هود كالوغو هيان دي عردي ايا دابا تشوكت ايضا مدى مرايكنك ايا دولد الصوماليا نوحي ودى سعيدين هشيس عالمية او نمان كان مال على ماشي كتيران وقو ماضا يو لغونا لين ايو اي ودى سعيدين كونا ودى نقاقين او ايضا كا ايا ديارادها مرايكنكو ايسكو فيرسو عندونا هشيس عالمية او ودى نمان كان لغو سفيريا ayaa la saxiixday anuu heshiiskaas wuxuu ku qotomo ma aqaan
waxa lagu heshiiyey maaha laakiin waxaan ku xaqiijinayaa Mareykanka inuu heshiis caalami ah dawladda la saxiixday qawaarishtan waddanka oo ka sufeynaya laakiin wuxuu uga bedeshay dawladda Soomaaliya ma garan karo dadka qaar fadhi ku dirriyada biibitooyinka qolada maaragtay aqoonyahanada saadaasha waxay sheegayaan in maaragtay shidaalka Soomaaliya 50% Mareykanka uu dalbaday iyadana lagu yiri haddii qawaarishta waddanka kiciseen diyaar u idin yahay waa dadka fari ku dirarka iyo ku dira kuteenada iyo maqaaxiyadaha iyo waxa looga sheekaystayo rag dadka jahawareeriya intaba waxay ku sheekaysanaa laakiin 100% xaqiiqda ku salaysan aniga xilguntada kuma soo gudbin karo kumana sheegi karo ilaa soo xaqiijiyaan bulshada ma rabo waraan dhammaystirnaan u dhiibo qawaarishtii waa kuwa xaqiijinaya ontorey iyo cali heelo meesha la yiraha oo galbeedka ka ah cali heelo xalay in looga dilay rag waaweyn oo amiira daaru nimca hawdkeeda xalay iyadana waa lagu laayay waana lagu gumaaday aad iyo aad.